عايز ارجعكم ليوم الخميس، يوم مؤتمر حياة كريمة او قل احتفالية حياة كريمة واشياء مهمة جدا كثيرة اخرى. لكن وانا اول حاجة بالمناسبة، وده دون اي مجاملة، يمكن حضراتكم لو تفتكروا امبارح اول ما دخلت قلت لكم وكان عاجبني قوي الديكور اللي معمول والشكل بتاع البيوت بتاعه الريف والنخل وبرج الحمام والتفاصيل وحاجات زي كده. ويمكن انا حتى في بدايه الحلقه ركزت جدا على مشية الرئيس فيما انا اطلقت عليه يعني على قد فهمي الكوريدور، سميته كده يعني، او الممر الى اخره. فالاضاءه بالمناسبه كمان اللي كانت بتحيط بالتفاصيل، فلما تيجي تبص عليها لو كل الإضاءة بتاعت المكان حصل لها خفوت إخراجيا، يعني مش خفوت لأنها وحشة ولا النور قطع لا سمح الله، فتلاقي قدامك الديكور بينور فتشوف تفاصيل أكتر وأكتر حدوتة كده. المهندس فوزي العوامري مصمم ديكور شهير مما لا شك فيه، معروف مما لا شك فيه، واحد من أهم وأبرز أنا آسف مصممين الديكور في السينما. فتعالى بقى إيه الأول نقول له نورت، ازيك عامل ايه؟ انتوا اللي منورين الحمد لله. كله تمام؟ تمام التمام الحمد لله الحمد لله. عايز اتكلم شويه على الديكور اللي اتعمل يوم الاحتفاليه بتاعت استاد القاهره. الديكور كما هو واضح هو مستوحى بطبيعه الحال من الريف المصري، لكن كل مصمم، كل فنان، كل مهندس بيبقى له نظره معينه وهو بيقرر ان يصمم ديكور ما. فوزي العوامري مع حفظ القاب هيصمم الديكور بطريقة، غيره هيصمم بطريقة تانية. إيه اللي في مخيلتك؟ إيه فلسفة تصميمك للديكور ده؟ أولاً أنا مبذلتش مجهود لأن دي حياتي. يعني أنا متخرج من زقازيق ثانوية عسكرية. وعشت لحد ما بقى عندي 17 18 سنة في بلدنا اللي هي الإبراهيمية والحلوات اللي هي بلد عبد الحليم حافظ. دي البلاد اللي أنا عشت فيها وحضرت فيها دخول الكهرباء. يعني لما الكهرباء دخلت القرى انا كنت من ضمن الاطفال اللي بيتفرجوا على العربيات وهي بتنزل العواميد اللي هتتحط في الكهرباء، وبشوف ازاي الابراج بتعمل ستيل والاسلاك بتاعت الضغط العالي. انا حضرت دخول الكهرباء الريف، فانا ما بذلتش مجهود زي ما اقول لحضرتك. مثلا استاذ يوسف ممكن توصف لنا شقه مذيع في التلفزيون المصري؟ انت مش هتبذل مجهود هتوصف شقتك. فانا ببساطه رسمت حياتي ببساطه. احنا كنا اطفال صغيرين كده بنزقل النخل بالطوب ويا دوب الطوب يعلى شويه ويقع فوق راسنا عشان احنا اطفال صغننين، والبلح الصغير ده بيسموه خميم. يعني دي عشتي. انا مش حد خريج مدارس انترناشونال متعلم بره وجيت اشوف السوسيولوجيا بتاعت مصر عامله ازاي وبحب التراث والحاجات دي، فقعدت اعمل دراسه معقده والحمد لله ربنا وفقني وحسيت الكلام ده مش كده خالص. دي حياتي، حياتي كده، وتعلمت تعليم الحمد لله التعليم المصري المجاني الحكومي ال 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 وعشت الحياه دي لحد ما خدت الثانويه العامه من الزقازيق ثانويه عسكريه، وبعدين قبلت هنا في الاكاديميه اكاديميه الفنون في معهد السينما وبقيت شبه قاهري. بس لحد دلوقتي احنا عايشين بنروح افراحنا ومناسباتنا ويعني مثوانا الاخير هيكون هناك ومرتبطين بهناك، فما بذلتش مجهود. يعني الألم عارف سكته، يعني تك 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 وخلاص المساله في ثواني كانت اتعملت لان انا برسم حياتي. عجبني قوي مصطلح القلم عارف سكته دي. هو عارف سكته والمساله سهله خالص، يعني انه كان في سلاسه في مساله التصميم. يعني زي ما قلت هو ده جزء من حياتي، انا عشت كده. ايوه انا ممكن ابقى مشغول بامر وايديا بترسم. هي بترسم ايه؟ هي بترسم مكنه الطحين اللي كنا بندق على الصاج بتاعها وبندفع الوهبه للراجل اللي بيسلك لنا الطحين وبيطلع السرس لوحده اللي هو قشر الرز ورز لوحده، وبتوزن الحاجه دي على الحماره وبتروح الجمعيه تغير حيازه. احنا الفنانين في فكره خاطئه عن الفنانين ان هم فقاعه جوه الكوكب، كانوا هيبقوا فشله. لو انا مش عارف كل حاجه حصلت في مصر مش عارف اتكلم عنها. يعني احنا مشينا في الميدان كم مره يا استاذ؟ كم مره؟ أنا بقول لك أخيراً اتجمعنا بعد الميدان. إحنا مشينا من وزارة الثقافة بعد الاعتصام اللي صارفين عليه من جيبنا في 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 30 يونيو، وصلنا الميدان وإحنا مستعدين إن في حد يتضرب، يعني عادي يعني مفيش حاجة يعني.
احنا على فكرة اول منصة اتعملت في 30/6 كانت المنصة بتاعت الفنانين اللي دكتور محمد العادل قال لي خد يا فوز هتعرف تعمل بتاع دي، قلت له ركبت العربية واتشاهدت طلع التحدي بصوته العريض الجميل ده خد يا فوز خد يا فوز بس خلاص هياخد كام تلف كذا اللي ولا حاجة خد ده وحشني بشكل لا ده لازم تشوفه بقى وحشني بشكل بس فمن الميدان يعني ومصر حصل في ايه في 25 يناير وعشناها ازاي وبعدين جينا في 30 يونيو اعتصمنا ولزقنا في وزارة الثقافة ودفعنا من جيبنا كتير وكنا مبسوطين وزي ما تيجي انت لازم تكون عارف يعني انا نفسي اتكلم عن حاجة ارجوك اهم من التصميم قول انا كان نفسي اعيش اليوم اللي اشوف فيه مصر ما فيهوش حد محبوس في بيته محدش داري بيه والمطره بتمطر عليه انا ما كنتش مصدق ان ربنا كرمني بان جالي مشروع مش هتبقى فيه الحاجه زينب مقفول عليها باب محدش حاسس بيها الحاج عبده بيوسف محدش حاسس بيه في حاجه دلوقتي مؤسسه انت لما تبص كده وتعرف ان في واحد هنا قاعد واحد هنا مش لاقي ياكل واحد بيستنى الصدقه تجيله من اللي يسمعوا عنه مصر ما بقتش هتسمح بحد يحط صدقه لابنها لولادها مصر هتبقى بتدي ولادها حقهم انا مش مصدق ان انا شاركت في المشروع ده لان انا شفت ناس كتير محبوسه في بيوت ضلمه لحد ما بيجي اجلهم وبيطلعوهم يدفنوهم انا فرحان بان مفيش ناس هتتسحب وتطلع تروح لجمعيه هي اسمها جمعيه الحنفية دي اللي على حتة أسمنت دي اسمها جمعية ناس واقفة عليها تملى بالجيركن ليه؟ يعني يحصل في ناس كده ليه؟ وفي ناس تانية بتسكن في كومباوندات وملايين الساحل الشمالي ومعاهم ملايين لا تحصى وفي ناس بتموت من عدم الدراية بيهم بيموتوا من التجاهل بيموتوا من عدم التعاون أنا كان في ناس بيتقال يا ابني مفروض ان في ناس مستنيه رمضان يجي عشان خاطر ياكلوا بشنطه رمضان اللي بتوصل لهم انا مش مصدق ان انا عشت اليوم اللي بشارك فيه في حاجه مش هيبقى في حاجه اسمها واحد قعيد ست غلبانه يا عيني مش عارفين هيوصلها اكلها ازاي انت شفت الناس دي في بلادك انا شفت الناس دي في بلادي وقرايبي أنا شفت الناس دي في أهلي أنا شفت الناس دي قريبة من جامع أبو ناصر في الحلوات وجامع أبو غياتي وفي الإبراهيمية عند الإسارية الناس دي هي أهلي مش الناس دي أنا سمعت عنهم والحاجات دي الناس دي هي أهلي بس ربنا خلقني شعر ناعم إنما أنا من الطين ده على فكرة بس وفي مراجع اللهجة الفلاحي أنا وأصحابي يعني أشباح سفاحين أوكي فالناس دي انا مش سمعت عنهم واعرفهم بحبهم والحاجات دي الناس دي هي اهلي الناس اللي كان بيوصلها النفحات من حد داري بيهم الناس اللي كان بيطلع لهم اكل يروح الكتاب ويطلع من الكتاب عليهم عشان ما يصحش يبقى معروف الاكل ده رايح من خلال مين فانا فرحان ان جه اليوم ده ونفسي اليوم ده يبقى بيطلع بسرعة الضوء السرعة اللي بنبني بيها العالمين هي نفس السرعة اللي فيها حد ما يحتاجش انه يشحت بني آدم يشيله ويروح بيه المستشفى هو يمشي بكرسي يدوس على الزرار يعدي بكام يعني بكام انا كفاية يعني اللي انا قلت الكلمتين دول كان نفسي اجي في اي حاجة واقول الكلمتين دول وشكرا جزيلا ده تقول ونص امال تقول فين يعني ربنا يخليك انت كانت عينيك بتدمع ليه يعني لان دول اهلي تخيل انت حد من اهلك عامل كده اهلك على فكره مش لازم يكون ابوك وابوك اهلنا يعني عائلاتنا يعني القرى اللي احنا يعني جايين منها يعني نسيبنا على فكره يعني ده ابن عم خاله ابوك دي كانت ام كذا دي اللي رضعت فلان دي اللي رضعت ايهاب يعني سك دي اللي رضعت ايهاب اللي بتيجي وهي لها عين وعين اللي خلاني انجح في السينما المصريه
واعمل في اول افلامي اضحك الصوره تطلع حلوه زي ما الناس شافتها في هي اللي انا لعبت فيها كوره. اللي خلاني اعمل واحد الغروب والبيوت اللي شكلها متآكل وهي اصلا مش موجوده على ارض مصر، لان دي حضاره اندثرت، هي ان انا اتمرمطت في العيشه دي، عشتها. هي دي حياتي على فكره، حياتي. ان احنا يعني كانوا بيسحبونا كده واحنا داخلين، عيال صغيرين غشم داخلين على النورج اللي هو عباره عن عجل بتاعه عباره عن سكاكين بتلف، المدرايه اللي كانوا بيطوحوا بيها تبني دي عشان خاطر ال 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 القمح يسقط في الارض والتبني يتفصل لوحده. المدرايه دي كانت ممكن تخش في عين عيل. انا حد ابن بنت عمة بابا، السير بتاع الكومبيل اللي هو اوتومبيل حرد لهفه، دي عيشه اللي انا عشتها. فمفيش وقت ومفيش جمل اقول فيها انا حسيت في ابداعاتي. ابداعاتك ايه؟ دي حياتي، دي حياتي اللي لسه عايشه لحد دلوقتي وفرحان ان انا عايشه لحد دلوقتي. امال مين هيتكلم عن الناس دي؟ مين هيبقى مندوبهم؟ لما قالوا لك انت هتعمل لنا الديكور بتاع حاجه اسمها حياه كريمه، سالت ايه حياه كريمه؟ بتعملوا ايه؟ هتتصرفوا ازاي؟ ولا كنت متابع؟ كنت متابع وعارف ان في حاجه جامده هي الحاجه المرحله اللي جايه اللي هتبقى تحت رعايه رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي. من متابعتك دي ومن اهتمامك الطبيعي زي ما قلت، دول اهالينا ونسايبنا وولاد عمامنا وابن خالنا اللي ما دخلش المدارس عشان خاطر يعرف يشتغل ويصرف على بقيه العيله، إلخ 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 إلخ. انت حسيت بايه؟ انه انا زي زيك، انا من الناس اللي بتشوف انه اهالينا في مصر اتداس عليهم جامد قوي 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 قوي، وما تعاملوش على انهم بني ادمين لعشرات السنين، مجرد ارقام موجوده في تعداد. لما لقيت انه في حاجه اسمها حياه كريمه بتتعمل، لما لقيت انه ده بيتعمل مشروع هيغير حياه الستين مليون، ستين مليون عايشين في الارياف، هيبقى في بيت مش على رايك من غير سقف، مطر الشتاء ينزل عليه يرخ على دماغه هو وعياله وتجيلهم كل الامراض اللي في الدنيا. ايوه، وبعدين بيطبخ على كانون، بيطبخ يعني على كانون، يعني حد يبقى مثلا عنده رجل او مفيش رجلين وينزل يملى ميه عكره ويقعد يزحف يزحف عشان يوصل لنار. طب النار دي لو شبطت في هدومه هيحصل ايه؟ يعني انا فكره حياه كريمه، الناس فاكره ان حياه كريمه معناها ان انت هتبقى عندك البيت مسقوف وان الميه هتيجي لحد البيت تمام كده. لا، ده في حاجه اسمها ان الغاز هيخش البيوت. غاز يعني ايه؟ يعني ايه ست بتطلع نشأ هيبقوا في الجيش المصري وهي لسه بتجيب حطب وتحطه وتشم كل العدم ده ليه؟ يعني عشان ايه؟ وتكسر حطب عشان تملى الفرن، تكسر حطب ولما ايديها تتعور وتشلب دم زي ما بيقولوها في الفلاحين، وتنشف حطب على سقف البيت بالظبط كده، وتحط راس المواشي على سقف البيت سموها مسكه وبتاع. ليه يعني العيشه دي؟ طب ما تكسف ده في حاجه ثانيه. يعني هو فاضل ايه؟ يعني ده اللي اعلى من ده محو الاميه. طبيعي جدا ان حد يبقى مبقرش ولا يكتب، ما عندوش وقت يتعلم الترفيه اللي هو يتعلم ازاي يكتب يا عم احنا عايزين ناكل. فلما يبقى حياه كريمه دي فيها غاز، فيها انترنت، الله، وفيها اي اعاقات لازم تذلل، لازم تذلل. يعني طبعا في حركه ذكيه اتعملت ان السفراء بقى فيهم رجال اعمال. انت بتعمل صفقات، تتصور وانت لابس بدل كلها سينيه. يلا بقى شويه بقى على الناس دي، شيل بقى، شيل شويه، مد ايدك. ده انت لما بتلاقي ست غلبانه شايله بتاعها، ها، وهي بتوزن نفسها بتخش توزن معاها، وهي عايزه ترفعها انت بتشيل معاها وتظبط لها الحوايا. ما هو اصله، وصححني لو انا وجهه نظري غلط، ما هو رجل الاعمال ده
جاب فلوسه من الناس الغلابة دول، مش من الأغنياء اللي بيشتروا الفيلا، من الغلبان اللي شال الغلق واللي رفع الكام طوبة على ظهره. تمام. وهكذا. فأنا الأوان يدي للناس دي شيء من الحق. ده أقل 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 واجب. هو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يعني أنت يبقى عندك مجموعة عربيات وعندك طيارة، وده شيء طبيعي إن عندك طيارة، بس ما عندكش وقت، ما عندكش وقت إنك تعرف إن في ناس بتزحف عشان تلحق اللي بيخبط على الباب يفتحوله ليكون جايب لهم أكل، وتروح عليه الأكلة وهو بيزحف، فيزحف عشان يلحق اللقمة، عشان يلحق اللي بيخبط يمكن تكون دي اللقمة اللي هيتعشاها، وممكن قبل ما يوصل للباب اللي بيخبط يلف ويمشي يقول تلاقي حد جه خد وده المستشفى. أنا بس يعني عايز أسجل إن مصر مرت بحكومات كتير، إنما اختيار رئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس الوزراء الحالي ده من ضمن الحاجات اللي بقت ترطب صدري وأنا بتفرج على التلفزيون، لأن من ساعة ما حصل يناير و30 يونيو حاجات قليلة اللي بتخلي الواحد يبقى بيتنفس أكسجين. طب شوف، أنا المفروض نقعد نتكلم على التصميمات وهنتكلم عليها، وأنت اديت لي ماتيريال حلو نقعد نتفرج عليه، بس خليني الأول هسألك سؤال الأول بعيدا عن التصميمات برضو. تعرف إحنا دايما كبرنا على أنه المثقف والفنان دائما يقف على يسار السلطة، كبرنا على كده، تعودنا على كده، قرينا كده، فهمنا كده، الناس اللي زي حالاتي اتبلشفنا على كده. حلو كده؟ لكن هنا بسأل، هنا بقى فنان، والفنان هو جزء من الثقافة العامة بتاعت البلاد، الناس دي بتبقى دايما من وجهة نظري ومن وجهة نظر العالم الإنسانية انه المثقفين والفنانين هم دايما القاطرة اللي بتشد المجتمع، يا إما لو تخلوا عن أدوارهم المجتمع على طول تلاقيه بينهار. وانت بتشوف مشروع بحجم حياة كريمة، وانت بتسمع كلمات من رئيس الجمهورية، وانت بتشوف حاجات بتحصل على الأرض كل يوم، تتفائل ولا تقول عادي؟ لا، هو لما انت لما بتبقى بتتجول جوه حلمك مش معقول هتقول عادي. انت ماشي جوه حلمك، ده حلمك. اه طبعا، اللي بيحصل في مصر ده طبعا حلم. حبيبي بص، الناس كلهم راجعين لربنا، صح؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. إحنا راجعين يا جماعة، إحنا جايين كده ننقر نقرة كده وراجعين، تمام؟ فبالتالي في زيادة نقصان، في بعض الزيادات أنا بعتبرها نقصان. أنت لما يكون عندك 12 بيت في كل سواحل مصر وبعض سواحل العالم، حضرتك جثة واحدة، جسم واحد، هتبقى موجود في النومه اللي انت هتنام فيها النهارده، فمش من الذكاء ان يكون عندك في مارينا وهاسياندا ايه يا عم اهدى كده صلي على النبي. يعني الناس دي اللي مفروض روحك تعيش في جسدهم لما تموت، سيبهم احياء. يعني احنا شفنا في الثورات اللي حصلت دي كميه مواقف شهامه عشان خاطر كنا وصلنا الى خلاص ذابت يعني وصلت الروح للحلقوم، فما كانش في اختيار، لازم تعترض، تمام؟ في ناس كانت لابسه سنيه كان شغلتهم يتضربوا عشان يدافعوا عن ناس تانية. احنا مفروض يبقى لنا دور محترم، والدور ده ابتدى وبقى في حد هيرفع سماعه التليفون ويقول الحاجه فلانه ام فلان، وهي ما حجتش طبعا، هي مش لاقيه تاكل، يعني دي بيتها كذا عند مثلا نبويه موريتاني مثلا، ايه فتبص تلاقي بعد ساعتين ثلاثه بعد بيومين تلاقي عربيه داخله بتتولى الموقف، ما تبقاش الست دي بتتذلل للناس، بقت بتاخد حقها من بلدها وشكرا بكرامتها بمنتهى الكرامه.
أما بقى الفنانين اللي هم على يسار السلطة، الكثير منهم تسولوا أن يكونوا على اليسار. في فنانين بمنتهى الكرامة والسلطة بتحترم وتستغلهم وبتستفيد منهم، بتستثمرهم. أحمد المرسي مدير التصوير العظيم اللي كان موجود واللي عمل لوحة عظيمة، أوكي. هذا الرجل ولا يعني رضا أي حد عنه، وهو يعني رضا ضميره عنه بس. محمد السعدي اللي عمل ميديا هابتا، اه طبعا انا بقول محمد السعدي حاف، اوكي، انا بقول له يا سعدي لسه شويه، انت بتقول له يا سعدي تمام، وانا بقول له يا سعدي. احنا اشتغلنا مع بعض واحنا شباب صغننين، اوكي، وبالتالي الراجل ده عامل كل جنيه في الحصاله، عامله من كميه يعني كميه معاناه رهيبه. السعدي يا نهار ابيض، طبعا انا شغلت مع سعدي 15 سنه، ما عملهاش باي تقرب ولا اي تودد ولا اي حاجه. فبقى معلم كفء لامع، حضرتك عايز حد لامع اه تلجا له، عايز حد دقيق يطلع الشغلانه حلوه صح، عايز عنده حد يطلع الشغلانه زي ما حضرتك بتقول صح، عنده طموح رهيب. هات الراجل ده، الراجل ده انت مش هتدور على ايه الاشياء الاخرى. فبالتالي انا عمر ما كان ليا علاقه ولا اي تودد، اللي انا مشغول ابقى على اليمين ولا ابقى على اليسار، انا عايز اخلص، عاوز اعمل حاجه صح، عايز اخلص بيوت واحد الغروب دي، فلما كامله ابو ذكري تيجي تصورها تقول انا حاسه ان انا رجعت 180 سنه لورا، فتعملها باتقان. فتجيلك لحد عندك لو سمحت عايزينك في مشروع حياة كريمة تعمل الإحساس المصري بس. انت بقى بتشغل الناس اللي حواليك ازاي؟ انت بتنقيهم لانك مش منشغل بشيء الا شغلك. يعني انا في اتنين عايز اشكرهم، مهندس عبد الفتاح عبد الحكم. مهندس عبد الفتاح عبد الحكم ده عشرة عمري، انا اعرفه من هو عنده 17 سنة في مكتب شريف عرفة، كان اول ابناء شريف عرفة اللي تبناهم كده، فأنا اتعرفت عليه وخطفته طبعا، أوكي. ومهندس مصطفى التهامي اللي هو مدرس طبعا كمبيوتر وتقنية وتكنولوجيا، وهو اللي حول كل الشغل والسكتشات بتاعتي دي إلى سوفت، برنامج زي اوتوكاد. ده سكتش ده صح؟ ده سكتش من السكتشات؟ لا ده سكتش من مانيوال، ده سكتشات مانيوال. ده دي بالايد دي؟ ها اه ده دي الشخبطه العاديه، احسن كويس يعني. طول عمري كان نفسي ارسم، اه انما انت ما انت ما وقعتش في ايد مدرس فاهم يعني ايه رسم. انا عارف مش عارف، ولا انا اللي مش موهوب اكيد. لا الرسم، الرسم النسبة العظمى. طب انا عايز ارجعك على حاجة بقى، ويمكن دي حاجة جت ده انطباعي، وصححني لو انا انطباعي غلط، وانا داخل كده بتفرج. ف انا هصرحك بحاجة، انا عيل قوي في نفسي، طفل. يا بختك. والله العظيم طفل. يا بختك. طفل. يا بختك. انا لما شفت الرسومات للاسف الديكورات، حسيت انه هي فيها فرحة اطفال، فيها فرحة عيل. ما تفهمنيش غلط. لا ده انا فاهمك صح، وده اللي انا قلته لسعدي. كمل بقى. انت قلت لسعدي كده؟ كمل. والله بصيت كده فقلت ايه؟ في كان قاعد جنبي النائب احمد فتحي زميلنا في البرلمان، فقلت له اللي عمل، انا كنتش لسه عارف انت اللي عمل، قلت له اللي عمل دي عيل فرحان. قال لي ليه؟ فتحي افتكرني بتريق. قلت له لا افهمني يا فتحي، اللي عمل دي حد فرحان بس هو جواه فرحة طفل. ده رسم عيل فرحان. انا صح؟ انت عين الصح. محمد السعدي طموحه يعني عارف الطموح عامل زي السيول، فبيقول لي عايزين نعمل قريه هنا وقريه هنا. انا احبطت من انه ايه قريه شجر ونخل وبيوت وبرج الحمام وكل حاجه، كل حاجه. ما كانت الطحين و ابص دي فرحه عيل. لا ده طبعا، فرحه دي الكروكيات اللي احنا احترمنا حدودنا واحترمنا مهارات الطفل اللي بيرسم خط
خط دقيق وخط اخر غير دقيق على الاطلاق، والاثنين يدوكوا الصوره كامله. بص بقى البتاع بره تمام. يا خرابي ده الجبروت بقى، دخلنا على مسرح 70 متر. الشاشه اللي الناس اتفرجت عليها دي، كمل لي بقى. فقلت للسعدي الشاشه دي لا ولا حاجه، ده 50 متر بس في ارتفاع 10 متر. لا انت قلت لي مش عارف بقى، قلت لسعدي ايه لما فقلت فرحه العيال قريه؟ قلت له احنا هنعمل بالظبط لوحات كانها تجارب لخطوط تشكيليه رمزيه عن الريف المصري، انما اللي انت بتقوله ده مستحيل. فقال لي انا اقول طلبات فيها من اللي انا متخيلها، انت تقول لي ايه اللي هينفع وايه اللي مش هينفع. فقال لي خلاص انت عايز تمشيها يعني سيمبوليك بقى ورمزيه والتجريد والتبسيط ولا اخره، خلاص ماشي انت اللي تقول ايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش. فطبعا انا خدت الناس كلها في تصور الناس كلها تعرف تعمله، مش انا بس اللي اعرف اعمله. يعني يوسف الحسيني يحس انه لو مسك قلم في المسطره وعمل كده هيعمل الشجره دي، يعمل النخله دي. اوكي؟ ايوه. انما كون ان انا ابقى راجل متعالي على الشعب اللي انا بتكلم عنه اقول له انا بقى لما هاجي اعبر عنك هعبر عنك بطريقه انت ما تعرفش تعبر بيها عن نفسك، يبقى انا مراهق فنيا. ومش ناضج بما فيه الكفايه. يعني اسعاد يونس في مره سميتني فيلسوف الدهور. لأن لما جت تعمل برنامجها قامت جايبها أنا. في حاجة اسمها إيه؟ مش كل حاجة تعمل فيها تستعرض عضلاتك، في حاجات تبقى لازم تكون بسيط. بسيطة سلسة. بتعمل فيلم زي الناس، بتعمل مسلسل زي الناس، بتعمل تصميم شبه الناس. بص انا لو عليا انا مش عايز اقوم بصراحه. انا اصلا بحبك يعني، مش عارف انت عارف كده ولا لا، بس انا فعلا بحبك. احنا جمعنا كوبري قصر النيل كلنا هنتضرب بالنار يعني الحمد لله. ربنا سبحانه وتعالى هو المنجي. ف بص انا عايز مره نقعد، انا هبقى اجازه في العيد، عايز نقعد بعد العيد نتكلم على السينما، على ديكورات السينما، نتكلم عن فوزي العوامري بالتحديد. ده شرف كبير، بس انا نفسي نعلي اعلى ونقول اعلى. فين المطبات اللي في السينما؟ هم مين المسؤولين عن السينما اصلا؟ هم مين دول المسؤولين عن السينما؟ نحكي تاريخهم ايه؟ نحكي. الدنيا باظت لان مين اشتغل مدير في مكان هو لا يصلح فيه لان هو مش محقق انجازات، مثلا مش عارف التقنيه الحديثه عامله ازاي في السينما، مش عارف ازاي يعني. ده اللي انا نفسي. بص يا استاذ يوسف باختصار، الناس متخيله ان لما انا هتكلم عن الديكور، الديكور ده شيء متخصص ليس من الصواب ان احنا نتكلم عنه فقط وما نتكلمش عن الناس، الصناعه دي على بعضها، الصناعه على بعضها ومطباتها ومين بقى مسؤول عن كذا ومين مسؤول عن كذا ومين متسبب في اعاقه السينما، ومين متسبب في مطبات السينما. اعتبره حصل. انا يعني بشكرك شكرا جزيلا. عارف انت في الفيلم بتاع هاميس ده، انا في رايي طبعا بوظ التاريخ، بس كان يقول لها هاميس ميعادنا عند غروب الشمس، ولا كان عند شروق الشمس، ميعادنا بعد العيد. هتقول لي صح؟ طبعا لازم اقول ربنا يخليك. طيب انا نفسي بس أشكر محمد السعدي جدا، وانا كمان صديقي القديم، ونفسي اشكر المهندس حامد عرفه اللي بشركته احترم يعني تصميمي جدا، وبقى بينفذ وهو مليان. اتاري متابعني من صديق عمره يعني من وانا بعمل الجزيره، وقال لي ده انا كان يوميات الجزيره عندي. نفسي اشكر لينا المصري، نفسي اشكر عادل عبد الله، نفسي اشكر شكر وهم اكيد بيشكروه معايا، رزين الشاب اللي عنده حساسية وذوق أحمد المرسي، ونفسي أشكر جورج في الصوت، و مفدي
برضو مهندس الصوت. ونفسي أشكر أحمد جمال، ونفسي أشكر المهندسين بقى اللي هم دراعاتي وإيديا ورجليا. أيوة. المهندس عفتاح عبد الحكم، والأستاذ المساعد أو الدكتور مصطفى تهامي. ونفسي أشكر كل واحد اشتغل في المشروع ده وحقق لي أنا شخصيا حلم، إن الناس اللي كنت بشوفها، الناس اللي بنبعت لها الإعانة لحد قراهم في صعيد مصر، احنا من هنا ورايح هنقوم بدور تاني الدولة هتبقى سايبانا نقوم بيه بإذن الله. بإذن الله. عايز أشكرك جدا جزيلا. بقى أنا اللي عايز أشكرك على وجودك ده، واحد أشكرك على كل حاجة حصلت في الحلقة دي. الحمد لله. حقيقي ربنا يخليك. يعني ده أنا بجد والله العظيم قوي قوي، ده مش متخيل فرحتي يعني عاملة إزاي. وشكرا جدا على الديكور اللي حسسني بطفولتي وفرحتي وأنا بتفرج عليه بجد. ودي والله ودي أعلى حاجة أنا بكلمك من قلبي وبمنتهى الأمانة. كل الشكر لفناننا الكبير المهندس فوزي العوامري، مش بس مصمم ديكور أو مش بس مهندس ديكور، بني آدم من عندنا في مصر يحس بالمصريين بأفكارهم لأنه عايش في وسطهم. زي ما قال في النهاية، أنا جاي من قرية مصرية.